السلام عليكم، اهلا وسهلا زبائن الاعزاء، زبائن مكتب ميزان الذهب لمواد التجميل والعنايه بالمراه، وياكم حيدر الضرب. واليوم جبنا لكم القوالب اللي كنا ننتظرها، اللي هاي راح تسهل عمليه رسم الحاجب بالنسبه للمبتدئات وحتى الكفؤات وحتى المحترفات. هذه قوالب مناظر مغناطيسيه، هذه تشكل على راس الزبونه، وتختارين القالب اللي تحتاجيه او اللي تشوفيه مناسب للرسمه. وهسه راح نسوي لكم تجربه احنا، زين، هذا راح يذلل الصعاب بالنسبه للمبتدئات اللي تريد تشتغل وما عندها ثقه بالرسمه مالتها. مباشره تجيب هذه المناظر، خليها على راس الزبونه، ثبتها، طبعا هو بمجال انه حجم كبير حتى براحتك. هنا أنا السنتري بالمركز، هو خالين بيه سهم، هسه هنا أنا ثبتنا، نجي نختار الموديل اللي يوالم زبونتنا. هذا مغناطيسي راح تجين هنا بيه، طبعا تدرجات ارقام، نختار هذا الرقم احنا هنا من واحد، هو راح يثبت مباشرة. نجي نثبت الثاني على نفس التدرجة، هسه هنا اوكي، هو خالين بالقالب اكو قلم سوفت، هذا تجين تخطين الحاجب ورا ما تكملين اثنيناتهن بكل سهولة، ترفعين القالب زين وتبدين تحددين بالجهاز التاتو. التحديد خلي يكون بأبرة رقم واحد للسهولة، والتحشاه خلي يكون رقم ثلاثة او رقم خمسة. هذا العلبة تحتوي على تسع قوالب، 1 2 3 4 5 6 7 8 والتاسع هسه هنا بالملكانة. راح يكون هذا القالب، طبعا هذا القلم اصلا يجي وياه، راح نعطي هدية ويا القالب، هاي الجلدة للتعليم زين، وياها قلمين تاتو، واحد دهني وواحد للرسمة ثابت. هذا طبعا من الرسم بعد ما ينمسح، هذا نعتبره عرض من عندنا وتسهيل او تذليل الصعاب بالنسبه للكوافيره المبتدئه. متوفر حاليا وان شاء الله تحصلون عليه، ونحاول انه نوصله لكم بسعر مناسب. شكرا جزيلا، كان وياكم حيدر الدرب من مكتب ميزان الذهب لمواد التجميل والعنايه بالمراه.